كما تستضيف المملكة العربية السعودية القمة العربية الاستثنائية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين في رحاب مكة المكرمة للوقوف أمام التحديات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. قمة استثنائية دعت لها المملكة العربية السعودية إدراكا منها للوقائع التي تشهدها منطقة الخليج العربي والتهديدات الخطيرة للسلم والأمن والاستقرار التي تشهدها المنطقة العربية. القمة تأتي لتؤكد أهمية العمل العربي المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف المبنية على أسس متينة لحماية المنطقة العربية من الأخطار المحدقة بها وصيانة الأمن والاستقرار للمنطقة قاطبة وتأمين مستقبل مشرق واعد يحمل الأمل للأجيال القادمة. يأتي إجراء القمة في إطار أعمال نص المادة الثالثة من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة، والذي ينص على أن ينعقد المجلس بصفة منتظمة في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء بطلب لذلك ووافق على عقدها ثلث الدول الأعضاء. وقد لاقت دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد القمة ترحيبا واسعا من الدول العربية ودعم جامعة الدول العربية، ما يشكل قوة دعم هائلة لما سوف تخرج به القمم واللقاءات من نتائج وقرارات بخصوص التطورات الأخيرة.